جائحة كوفيد-19 رافقها ارتفاع كبير في عدد المدمنين في الجزائر وفي العالم. في ظل الظروف الخاصة التي نتجت عن الجائحة، تناقص عدد المدمنين المعالجين بمراكز الإدمان. مراكز غلقوا أولا، ثانيا كان الوصول صعب، ثالثا احنا نعرفوا بلي كاين تزايد في الـ في الـ في, الـ في الاستهلاك، وحتى استهلاك يعني حتى يعني كيما نقولوا المهدئات السيداتيف. هما راهم ان سيتياسيون فولنيرابيليتي ديجا من الديبي، هما في هشاشه، هما عايشين في هشاشه من الاول. زاد هاد الجائحه هادي زادت كملت عليهم سورتو بارابور لا سيتياسيون ديجا ديالهم كي بريكار. اطلاق تجربه نموذجيه للعلاج بالميتادون، العلاج البديل للافيونات، ينتظر توسيعه عبر مختلف مراكز مكافحة الإدمان عبر الوطن. هذه التجربة نعرفوها في العالم كله، أنه يولي مريض كسائر المرضى، مريض مزمن نقولوا، عنده مرض مزمن، ودواء اسمايلي ليغال باش تمدوا دولة، برك لازم نمروا على هذه التجربة هذه تاع 100 مريض، باش نتحكموا في الوسيلة تاع العلاج، باش كذلك نستوردوا هذا الدواء هذا اللي مش موجود في بلادنا. أوكي. توكسيكومان نيفو ريستي توكسيكومان، معناها لازم له باغي يخرج من هذا التونيل هذا اللي راه فيه، وبالتالي رانا نتقدموا راهم يجوا راه ندير لا ميتادون اليوم راه موجوده في بليده وفي تيبازا عاد بليده عاد الاستاذ بوربون فيه امل. مرافقه المدمنين لاخراجهم من الدوامه هو الهدف الذي يعمل عليه مختلف الناشطين في المجال، خاصه وان المخدرات اودت بحياه اكثر من نصف مليون شخص في العالم خلال 2019.